اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا الكرام في زملكاوي. منورنا طبعا نجوم نجوم الصحافه ونجوم الاعلام الرياضي المصري اللي كل الجماهير بتستناهم والكل بيستنى يسمع منهم المهم جدا في كثير من التصريحات وفي كثير من القضايا التي تخص نادي الزمالك. منورنا النهارده طبعا الاستاذ صبحي عبد السلام، الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير. استاذ صبحي اهلا بيك. حبيبي احمد، صباح الفل، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. اهلا بيك. الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عمر الايوبي. استاذ عمر اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد، منور. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. قول مبروك النهارده لنادي الزمالك كوره ويد. مبروكين. مبروكين. يعني مبروكين قدم مش ويد. مبروك واحده. وبعدين خلي بالك سقف الافراح عند جماهير الزمالك ارتفع جدا ومش بيقبلوا اقل من اللي بيحصل، بدليل النهارده جزء كبير من الجماهير طلع زعلانه برغم الفوز على الاداء. يا سلام. بقينا بقى عايزين بطوله وفوز واداء وصفقات. يعني انت فاهم، ومن غير سكواد ومن غير اي حاجه. ما هو انت بثلاث حراس في القايمه، يعني ما انت السنه اللي فاتت يعني عملت جلا وخدت البطوله بسكواد ضعيف جدا. النهارده بتلعب بسكواد في 14 بني ادم، يعني منهم ثلاثه جاي لك من المنتخب سلف. انت استلفت ثلاثه من المنتخب، لولاهم كنت لعبت ب 11 ومفيش حد على البيتش بره. مش هتعمل تغييره واحده. طبعا ده كلام هزلي وكلام لا يصح انه يكون وما بيحصلش غير في مصر وما بيحصلش غير مع الزمالك. اتحدى لو فريق تاني كان لعب النهارده بنفس المشهد وبنفس الصوره. فريق اليد حدث ولا حرج. يعني انا الفريق ده بصراحه يعني خلاص، الكلمات الاطراء مش هتكفي، كلمات المديح مش هتكفي، وعلى الله المستشار مرتضى منصور يكفي عليهم مكافآت. توقعاتك لماتش الثالث ايه؟ النهائي ان شاء الله زملكاوي. زمالك وترجي في قلب تونس. ما انت كسبان الترجي في قلب تونس في المجموعه بفرق 4-5 اجوال. شايف ان الزمالك لما بيوصل المباراه النهائيه بيعرف يلعب الماتشات دي؟ هو عارف ايه اخطر ما في المباراه؟ الدكتور باسم السبكي او كابتن باسم السبكي اللي كان ماسك الزمالك هو اللي ماسك الترجي التونسي. فعنده قراءه جيده جدا للمشهد الزملكاوي. بدليل ان بعد الماتش الاول قال لك لو لعبت مع الزمالك تاني هلعبه بفكر مختلف. طب ما تخليك بالفكر القديم عشان نعدي الموضوع ده معروف، ونلعب كاس عالم انديه، وتروح كاس عالم انديه اللي هي مش جديده عليك. انت لعبت كاس عالم انديه 5-6 مرات يعني. صحيح. وطالع تصنيف ثاني مرتين ثلاثه. جماهير الزمالك في السعوديه حاجه عظيمه. انت نجوم اليد الزملكاويه مش محفوظين عن ظهر القلب في مصر. دي الاسماء عالميه، ده فيها لعيبه خدت بطولات عالم مع انديتها الاوروبيه ولعيبه خدت بطولات اوروبا. فالفكره بالنسبه لك انت عندك حصيله من اللاعبين بسم الله ما شاء الله، يعني من الصعب انها تتواجد في اي حقبه زمنيه. يعني بمناسبه ما كنت بتكلم على العشريه بقى، نروح لها اللي كنت بتهبط فيها لدوري الدرجه الثانيه، كان عندك مباراه واحده فاصله لو خسرتها كنت نزلت درجه ثانيه. مأساة. النهارده انت بتاخد كل البطولات على المستوى المحلي والافريقي وكمان كاس عالم، صعبان عليك المره الوحيده اللي ياخد فيها الاهلي السوبر وهو مش بطل الدوري ومش بطل الكاس، هل هو يروح يلعب كاس العالم وانت لا؟ فبالتالي انت بتلعب دي علشان تاخد اللقب وتروح ان شاء الله تلعب ان شاء الله تبقى مباراه قتاليه. اعتقد يا عمر مصنع الرجال فريق كره اليد كوماندوز الصالات، والنهارده فريق كره القدم بيمارس هوايه اسعاد الجميع من محبي وعشاق نادي الزمالك، برغم السكواد برغم كل الظروف برضه بيكسب النهارده 2-0 وبيعبر الى دور ال 32. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتاكيد نادي الزمالك خلاص، هي جماهير زي ما استاذ صبحي قال ان جماهير الزمالك خلاص اتعودت على الفوز، اتعودت على الانتصارات. اي حاجه غير كده بيبقى الموضوع صعب، يعني حتى في وسط الازمه اللي هي فنيه كبيره جدا وشفنا امير مرتضى بيتكلم فيها وبيناقش اتحاد الكوره ان يسيب اللعيبه وكل الكلام ده، الجماهير ما كانتش بتتكلم لان الجماهير خلاص عندها ثقه ان فريقها هيكسب باي حد، اي 11 لعيب موجود حتى لو فيهم حارسين مرمى موجودين ما عندهمش مشكله، وحتى لو مفيش احتياطي لا خلاص، هي الثقه موجوده عند جماهير الزمالك، لان زي ما قلت لك قبل كده ده زمن الزمالك اللي هو في كل البطولات، ودي راجعه لاداره النادي لبثه الثقه، وزي ما قلت لك رباعيه المنظومه كلها سواء مجلس اداره مع جهاز فني مع لعيبه مع جماهير في تناغم كبير جدا. ممكن تلاقي زي ما قلت لك بتلاقي ناس مختلفه مع مشان مصور كده، خلاص كله في صف واحد، صف نادي الزمالك كله عايز الفريق يكسب، ما حدش بيبص على اي خلافات، ما حدش ما بتسمعش ان في مشكله بين مدرب عام ولا مدرب مساعد مع مدير فني ولا مدير كوره، كل الكلام ده مش موجود، في كل واحد عارف دوره داخل المنظومه وداخل المؤسسه، وده سر نجاحات نادي الزمالك. بالتاكيد موقف المنتخب الوطني وفيتوريا، راجل ما عندوش اي حسابات، ما فيش حد بيملي عليه حاجه، هو مدرك الامور، كل الناس كانت بتتكلم في موضوع عواد، وانا تواصلت مع ناس من الجهاز الفني منتخب مصر اكدوا ان هو محمد عواد كان دي نقطة مهمة جدا لازم نقف نتكلم عليها عشان ما حدش يعرف كويس، انا عارفها بصفة شخصية، ان هو محمد عواد نفسه كلمني وقال لي لا مفيش اتفاق، وهو كان متضايق جدا،
لكن انا وفقا لمعلوماتي هم عندهم ثلاث حراس مرمى، محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد صبحي. الراجل شاف كل المباريات، شايف محمد العواد وعارف ان هو حارس جيد جدا، والكلام ده اللي اكده وانا قلته للعواد قبل ما الراجل يتكلم في المؤتمر الصحفي، وهو فيتوريا قاله هو مقتنع بيه ان هو حارس جيد جدا، لكن الراجل مستوعب لانه عايش الجو. وانت متابع يا احمد على طول، الراجل كل المباريات بيحضرها، بيحضر كل المباريات وشايف كل الناس، عارف امكانيات كل لعيبه. يعني هو قال لك في 7 أو 8 لاعبين، منهم انا بقول لك حسام عبد المجيد هيكون ليه دور في الزمالك مع المنتخب خلال الفتره الجايه. محمد عواد هو راجل سابه لانه اتفرج عليه وعارف مستواه، لكن عايز يشوف احمد الشناوي فين، لانه رجع فتره قصيره جدا مع بيراميدز الفتره الاخيره، عايز يشوفه على الطبيعه، خاصه هو اتقال له ان الراجل ده بيقضي من افضل حراس مرمى في مصر، حارس موهوب تعرض لاصابات طويله جدا. شفت انت قلت اتقال له، ما هو اتقال له عايز يشوفه، لكن هو شاف عواد متأكد. ده الناس بتقوله، هو يعرف منين مع كل الاحترام في فترة قصيرة جدا علشان يقدر يرتب الترتيبة ديت مع حارس هو الأفضل في مصر من وجهة نظري ومن وجهة نظر الملايين، حتى وجهة نظر كتير من جماهير النادي الأهلي. بتتكلم على مين؟ على عواد. هو خلاص هو راجل متأكد، هو بطل دولي، هو عارف إن عواد حارس جيد. والكلام ده عايز يبص على غيره يعني، والكلام عايز يشوف التانيين، هو خلاص عارفهم. وعارف إن الزمالك عنده. لا الكلام مش يعني يشوف التانيين، هو لسه شاف عواد. هو شاف. لا مش منطقي يشوفه في المنتخب يا عمر، أنا أقصد يشوفه يعني يقف ياخد حقه في حراسة مرمى مصر. مش أنت كويس يا عواد وخليك بره وبعدين. المعسكر يعني؟ طبعا. لا هو سابه عشان الزمالك بشكل واضح. عشان الزمالك. عشان الزمالك. لأنه عارف ظروف المباراة كلها كاملة. لا انا عندي كان ساب لنا اي حد وخد عواد، لكن شايف بس هي وجهه نظر. لا لا لا، هو ولا حاجه، هو راجل قال كده. احنا لسه بنقول ان نادي الزمالك بيعاني، ولولا امانه ولا كان راس سليم جدا منه الصبح. لا نعم، ده كان راس سليم جدا منه ووعي منه. وقال لك على حاجه، وهو قال كده في المؤتمر، وقال لك على حاجه، وبعد كده لما خرج امير مرتضى منصور واتكلم وقال ان احنا عندنا مشكله في السكواد بتاع الفرقه واللعيبه، قائمه اللعيبه، وما عنديش لعيبه، وما في ما ينفعش كده بالطريقه ديت. الراجل خد قرار جريء جدا وساب الونش وساب زيزو اول امبارح. ما بقولك بقى جيم اسكندريه جري على طول، وترتيبته واضحه جدا. لا وهم اللي جابوا الجولين. لا بقولك دي ترتيبه واضحه جدا. وفي كل الحالات بقولك هم انضموا للفرقه وكانوا مؤثرين، لكن الزمالك برضو فيه ثقه عند الناس. انا بقولك فريق الزمالك انت بترتب ورقك دلوقتي، الظروف معاكسه، انا شايف ان ده ماتش اصعب ماتش هيواجه الزمالك في طريقه البطوله كلها. انا بقول يا سلام. بالتاكيد طبعا. ايه اللي كليتشاد؟ ليه؟ علشان الظروف. لا عشان الظروف، لكن هو كفريق فريق ضعيف جدا. طبعا. فريق ليس سلام ولا يقارن بنادي الزمالك، لكن الظروف خلت الفريق عنده طموحات، بدليل ان مدربه قاعد بيتكلم في كلام بيقول لك احنا جاهزين للمفاجاه وعندنا الحلم وعندنا، واضح ان هو كان عنده حوافز وفي ناس بيتكلموا كتير جدا. دي جزئيه مهمه جدا. نعم. ان ده الماتش اللي هو هيكون بدايتك للطريق اللي بعد كده، انت عندك الادوار الجايه الصفقات هتنضم، اللعيبه هتكون موجوده، لما تخش على المرحله الثانيه من المباريات هيكون دونجا باذن الله شفى، يعني اعتقد اصابه نبيل دونجا هتاخد تقريبا شهر ل 40 يوم، هيكون انضم للفرقه، هيكون كل القوه الضربه موجوده في نادي الزمالك، هتكون موجوده، اعتقد الامور هتكون مختلفه تماما. في نفس الوقت فريق اليد ما نقدرش نقول ان هم دول، هو ده طبيعي، ده فريق هو ملوك افريقيا في اللعبه دي، هم افضل الفرق على مستوى العالم، طبيعي جدا ان هم بيحاولوا الانتصارات دي، وده مشوارهم، اعتقد بفوزهم باذن الله يوم الثلاث هيكون اعلان مشاركه التاهل لكاس العالم للانديه السعوديه باذن الله. ان شاء الله مباراه كبيره جدا بننتظرها ان شاء الله، وزي ما انا بقول ان مصنع الرجال يعني نادي الزمالك دائما وابدا يعني حكايات تاريخيه وحكايات للتاريخ فيما يتعلق بملوك ملوك الصالات. ان شاء الله تتواصل الحدوته المصريه الزملكاويه، حدوته نادي الزمالك في كره اليد، ونصل الى كاس العالم للانديه. شفافيه مجلس اداره نادي الزمالك وبالتحديد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور حينما تحدث، يمكن انا تابعت المداخله اول امبارح، لما اتكلم ان هو تواصل مع مسؤول الاتحاد المصري لكره القدم في مطلب عادل، وتحدث بشفافيه وقال ان حق نادي الزمالك، وهو يبحث عن حق نادي الزمالك في ان لاعيبه نادي الزمالك الدوليين مش شرط كلهم في مهمه صعبه جدا، في سكواد نادي الزمالك محتاج لاي لاعب في ظروف غير طبيعيه، فتواصل مع مسؤول اتحاد الكره، وذكر اكثر من مسؤول يعني استاذ جمال علام، الاستاذ خالد الدرندلي، الكابتن حازم امام. ثم فوجئت استاذ صبحي بان هناك حمله غير عاديه تمارس على الخلوق حازم امام. هم يبدو ان هم اكتشفوا فجاه ان حازم مش خلوق، هو حازم طول ما هو مدي ظهره لنادي الزمالك فهو خلوق. حازم طول ما هو مش بيقدم مساعدات للزمالك زي ما بيقدم مساعدات باقي اعضاء مجلس اداره الانديتهم فهو مش خلوق. لكن عندما يجي لنا 2-3 لعيبه انا مش فاهم، يعني انتوا دايما طول الوقت بتقولوا لنا اي فريق بيلعب باسم مصر
في اي بطوله افريقيه فهو منتخب زي منتخب مصر مش كده؟ ونسنده والاعلاميين الاهلاويه بيقولوا كده بنسنده ونقف جنبه طبعا. لا انت بتحارب الزمالك، انت الزمالك ما عندوش 11 لعيب، انت عارف انا بقول لك يا احمد انت جايب ثلاثة من المنتخبات الونش وزيزو اللي جابوا الهدفين ومحمد طارق من المنتخب الاولمبي، لولا الثلاثة دول ما عندكش واحد يقعد على سكواد واحد، يبقى عندك فقط ثلاث لاعبين حراس مرمى. هي فين المصلحة الوطنية؟ هي المصلحة الوطنية عندما يلعب احد الفرق غير الزمالك بس؟ هي المصلحة الوطنية مع اي فريق غير الزمالك؟ اقسم بالله احنا معانا جنسية مصرية، والله نادي الزمالك اسمه نادي الزمالك المصري وعنوانه في واحد جامعة الدول العربية. يعني يا جماعه احنا مش بنمثل نفسنا، احنا كمان في مهمه وطنيه اللي هي في يوم من الايام اتلغى لها معسكر منتخب وطني عشان اللعيبه للفريق المنافس يريحوا شويه، اللي في يوم من الايام نزلت عقوبه حارس مرمى من 4 مباريات لمباراه واحده لانه رايح يلعب ماتش افريقي في مهمه وطنيه. احنا عندنا نص اعلامنا ونص جماهيرنا اجتهدت وفتحت النيران على المحترم الخلوق المهذب حازم امام التاريخي الكبير لمجرد انه ساعدنا في ان احنا نجيب 2 لعيبه يلعبوا معانا في الـ في الـ في المباراه. كلام غير مقبول، كلام هزلي جدا، بيؤكد يا احمد ان احنا دايما في مصر بنشتغل بعين واحده. عمر، قبل ما اروح لموضوع غضب جمهور نادي الزمالك على ممدوح عباس وعلى اللي بيحصل وعلى حجز الارصده او حجز على ارصده النادي، عايز اتكلم وعايز اخد منك اطلاله سريعه على هذه القصه والهجوم على مسؤول في اتحاد الكره بيلعب دوره زي ما كل المسؤولين كانوا نفس الكلام مع حق نادي الزمالك الشرعي وحق مجلس اداره نادي الزمالك والاستاذ مرتضى فيما يتعلق بان لعيبه الزمالك يلعبوا في مباراه الكليتشادي. نتكلم على مين؟ حازم امام؟ موقفه؟ موقف طبيعي جدا، لان الموقف هو معلش هو ما بيجاملش نادي الزمالك برضه. يعني حازم امام او غير حازم امام ده موقف طبيعي، انت بتتكلم نادي الزمالك بيمثل مصر في ماتش مهم جدا في ظروف صعبه جدا. عندك لعيبه كتير مشيت خلاص عقودها خلصت، عندك لعيبه جديده قيدها حتى الان ما تقيدش عشان تلعب في الماتش الجاي دوت. طبيعي جدا ان اتحاد الكوره لازم يقوم بدوره. الناس بقى بتقول حازم امام، حازم امام لو ليه دور يبقى موقف محترم جدا، ان هو بيحاول يدافع عن حقوق الانديه بما فيهم نادي الزمالك اللي هو ينتمي ليه، وده انا شايف ان هي يعني حاجه طبيعيه جدا 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 عادي طبيعيه جدا. لكن اللي مش طبيعي اللي هو موضوع وموقف الاستاذ ممدوح عباس، لان ده موقف انا لغايه دلوقتي وقلته المره فاتت مش مستوعبه. انت يعني مشكلتك مع مين؟ مع مرتضى منصور، ومشكلتك مع ان انت عايز فلوسك. لو عايز فلوسك ما انت عاد في سنه ما فيش مرتضى منصور موجود، كنت حاجه ممكن تاخد فلوسك، وفي فترات كتير كان في فلوس في النادي. كان على السنه اللي كان فيها اللجان انت لو عايز فلوسك كنت خدتها. انت افتكرت فلوسك لما جه مرتضى منصور؟ معلش لو انت عندك مشكله مع مرتضى منصور ابعد عن الكيان بقى، ابعد عن نادي الزمالك. انت ودي السر الطبيعي للحاله اللي انت شايفها في الشارع، الناس بتقول لك في الشارع وبتهاجم استاذ ممدوح عباس. لا معلش، انت مشكلتك لو مشكله شخصيه ده موضوع تاني، لكن انت نادي الزمالك ايه علاقته فتره قيد ده؟ معلش ده انت لو اصلا منافس او لو منافس نادي الزمالك مش عامل اللي هو بيحصل ده. اللي انت عايز توقف الصفقات وعايز توقف سير العمل، عايز بتتكلم في موظفين خايفين على مرتباتهم وخايفين على حياتهم، بتتكلم على كيان كامل، مؤسسه كبيره جدا مهدده بسبب الحجز على الارصده، ودي مشكله كبيره جدا، ودي لازم الدوله تتدخل فيها بشكل واضح. امير لسه بيتكلم على موضوع الطياره بتاعت الزمالك اللي مسافر الكاميرون، وازاي كان نادي الزمالك بيحاول يدبر دولارات علشان خاطر موضوع السفريه وتدبير الدفترات السفريه. ما هو ده المقصود، اللي انت تعطل مسيره فريق. ليه هقول لك انا ليه؟ لان انت من 2016 تحديدا لغايه 2014 جماهيريه الزمالك قلت، مفيش بطولات، مفيش منافسات. من 2000 وكام؟ 2006. من 2006 قلت 2006 2016. لا انا اسف، 2006 ل 2014. 2006 هي العشريه السوداء. بقول لك الفتره ديت انت بتتكلم في جماهيريه نادي الزمالك انخفضت بشكل كبير جدا. بقول لك لكن انت خلال الثمان سنين تحديدا اللي فاتوا دول 2014 وتحديدا منذ قدوم مجلس اداره رئاسه مشروع مرتضى منصور وبدايه عهد جديد، عهد انشاءات، عهد بطولات، عهد اللي انت الجماهير دلوقتي بيتطمعها جدا جدا. ودلوقتي انت لما لو خسرت ماتش وانت حتى راكب في الدوري او متعادل الجماهير بتبقى زعلانه ومتضايقه. دلوقتي انت الجماهير بسقفها ان انت لازم تاخد كل البطولات اللي موجوده. دلوقتي انت وصلت لمرحله ان منافسك التقليدي حتى مش بياخد الوصيه، بياخد التالت. انت وصلت لمرحله ان انت كل البطولات في الالعاب الاخرى بتاخدها، وصلت لمرحله اللي انت بتخترق كل منافسينك او قدامك المنافسين. ما كانش بيحصل ان انت تروح مثلا نادي منافس ليك، نادي كبير، ما كانش متعود ان انت تروح تاخد احسن لعيب من عنده. لا انت كنت متعود ان انت احسن لعيب عندك بيروح. عبد الله السعيد مثلا. عبد الله السعيد، لا عبد الله السعيد دي نقطه فارقه
في النادي الاهلي، انت خدت احسن لعيب من النادي الاهلي وخدته عندك. كانت نقطه التحول عايز تقول دي، نقطه التحول واكدت قوتك اللي انت دلوقتي اي لعيب عايز تجيبه بيجي. ودي راجع لحاجات ثانيه يعني محتاجه حلقات نتكلم فيها. اللي انت بقى في عندك حاله ثقه من اي لعيب عايز يروح نادي الزمالك. مفيش لعيب في الزمالك عنده مشكله في اي حته بره في مستحقاته. اي لعيب عايز يجي عشان ضامن مستحقاته وضامن ان هو هينافس بطولات، وده من حياه مختلفه جدا في الزمالك. يمكن طبعا زي ما احنا شايفين في مداخله مهمه اكيد مع المستشار مرتضى منصور اسم جزارة نادي الزمالك بعد قليل في برنامج الزمالكاوي، والحديث عن كثير من الملفات المهمه جدا اللي بتهم جماهير نادي الزمالك. استاذ صبحي، تعليقك على غضبه جماهير نادي الزمالك من مسؤول سابق اسمه ممدوح عباس، كان رئيس لنادي الزمالك في عشريه سوداء، وحتى هذه اللحظه الجماهير غضبانه، مواقف مش عايز اقول يعني اصرار غير طبيعي على ازعاج والضيق او ان هو يضايق جمهور نادي الزمالك بعدم التراجع عن موقف في حجز عن الارصده، او ان هو حتى يبقى في اي بادره باي نوع يثبت فيها اي شيء اخر. فهناك غضب جماهيري من جماهير نادي الزمالك. هو طبعا غضب مقبول جدا، غضب له مبرراته له اسبابه، اتمنى انه ما يوصلش لمرحله الانفجار عند البعض، وخصوصا اذا كان هناك من لهم مصالح في مساله توقيف ارصده الزمالك، زي مثلا عمال النادي البسطاء اللي هم بيقدروا بالالاف. طبعا انت مطالب انك بعد يومين ثلاثه يبقى عندك رواتبهم موجوده، فانت لو حسابك الشهر محفوظ. راتب الشهر على فكره في حاجه عايزه بفتكرها معاك، ان انا ما بقول حتى هو مسؤول سابق وكان رئيس نادي سابق في نادي الزمالك، ده هو كان امين صندوق حتى مع مجلس استاذ مرسي عطله، اعتقد كان امين صندوق صح في 2005. كان امين صندوق قبل كده. قبل ما يبقى بعد ما طبعا بعد انتخابات 2005 اللي احنا فيها. مفترض ان احنا بنخاطب راجل قاعد على كرسيين في نادي الزمالك فترات طويله من الزمن، عشريه سوداء وقبلها الفتره بتاعت امانه الصندوق. يعني الغضبه زي ما قلت لك يا احمد مبرره جدا، كارثه انها تتحول بقى لانفجار عند عمال نادي الزمالك والطايفه الغلابه جدا اللي هم بينتظروا رواتبهم اللي بالملاليم، لانك انت هتجيب منين؟ انت عندك الحركه المحاسبيه بتاعتك مجمده، لا في داخل صادر ولا وارد، لا تقدر تصرف شيكات ولا تقدر تطلع فلوس، يعني المساله صعبه جدا. فالنهارده غضبه الجماهير مختلفه عن غضبه الموظفين والناس اللي بتنتظر رواتبها. ناس بقى عندها ده ناس، اقول لك يا احمد رواتبهم ضئيله جدا وكلهم عندهم اطفال واولاد، طب انت هتعمل معاهم ايه؟ يعني هل الاستاذ ممدوح عباس هيديهم راتبهم من جيبه؟ حضرتك هتيجي تدي الناس دي رواتبها وتقول انا بستثنيكوا من مساله الحجز على ارصده النادي؟ لا، انت خدت عاطل على باطل، انت عايز توقف كل مسيره نادي الزمالك، طب لصالح مين؟ طب انت فلوسك اللي قاعد عليها 10 12 سنه دي، لو افترضنا ان كان ليك فلوس وزي ما قال مرتضى منصور في الحلقه اللي قبل اللي فاتت فلوسك استردتها، وفي جزء تاني قال لك انه حتى لو كان دي حاجه قديمه سقطت بالتقادم في حكم المحكمه. يعني المساله على فكره في كذا حد من القانونيين قال لي انا انا عارف ان في قضايا بتسقط بالتقادم، خلاص القصه انتهت. طب ايه بقى انت ليه فاكرها؟ هو انت ليه مستني لما الزمالك يوصل لاوج عظمته في البطولات ويكسر الدنيا وياخد دوري في دوري في كاس وبطولات الالعاب الجماعيه ويلعب في كل بطولات الدنيا وتيجي انت توقفه في التوقيت ده؟ يا اخي انا قلت لك 1000 مره انت زملكاوي، وفين رموز نادي الزمالك اللي عندهم علاقه طيبه بممدوح عباس؟ انا قلت ان الكلام ده ما كانش يجب يوصل للمرحله دي. الناس دي زي ما ليها تاثير عليه وخدوه من ايده وراح قعد مع شيكابالا ومجموعه من اللاعبين وحط 2 3 مليون، وكان اللعيبه انت عارف في العصر في السنه اللي كانت فيها لجان معينه يوم المستشفى يوم ما خدهم اداهم جزء لانه ما كانوش بياخدوا رواتب فترات طويله جدا، فاداهم جزء من يعني انت في فتره من الفترات بتساعد وبتمد ايدك، وفي فترات عايز تقطع ايد نادي الزمالك. ايد نادي الزمالك مش هتقطع، الزمالك ده نص مصر، الزمالك كبير. عشان كده لازم يكون المساله في دور، مش هقول للدوله المصريه، وزاره الشباب، الناس الموجوده، لازم يبقى في اتصالات مع بعيد عن المحاكم. واحنا هندير الرياضه على طول الوقت من المحاكم؟ مفروض انه مفيش محكمه بتتدخل في امور رياضيه بما فيها الانديه. يعني انا شايف ان الحلول تيجي من بره، لانه ما يحدث مع الزمالك عيب، وما يحدث بيعطل مسيرة نادي الزمالك وبيخدم ناس هي قاعدة بتفتش في أوراقك طول الوقت وبتطلع لك عراقيل، ومنها أزمة ما اسموه بأزمة الجزيرة، الأزمة العبيطة. هرجع لك في النقطة ديت، وأنا عايز أقول حاجة هنا مهمة جدا، ودي من عندياتي، يعني أنا عمال أفكر وأنت بتتكلم. على فكرة أنا أعتبر نفسي لعيب، أنت بتفكرش غير وأنا بتكلم. وأنت بتتكلم. هعتبر نفسي لعيب بلعب في نادي الزمالك فريق أول في كرة اليد، في كرة اليد. وعندي ماتش، طبعا انا على فكره لعيبه الزمالك ما بتفكرش كده،
بس هو في الاخر هو رب اسره، لاعب عنده مثلا ولاد هيخشوا مدارس بعد يومين ثلاثه، عنده مصاريف، عنده حكايه، عنده عيله. فباصص هو جواه كلاعب محترف باصص على مكافاه البطوله، ان لو انا كسبت الترجي التونسي بعد بكره هاخد مكافاه كبيره. طب لما تجيله هو الاخبار وهو مسافر على بينه ان في واحد حاجز على ارصده نادي الزمالك، وممكن لو هو حتى خد البطوله يبقى في مشكله ماديه في مستحقاته او في المكافاه اللي المفروض هو ياخدها بعد ما ياخد البطوله. انا هنا بخاطب جمهور نادي الزمالك، هو بخاطب الكل واللي بيحب النادي والمسؤولين والكل. هو اللعيب دوت اللي انا كجمهور نادي الزمالك او كاعلام نادي الزمالك او كمحب لنادي الزمالك عشمان ان هو ياخد البطوله يوم الثلاث امام الترجي التونسي، واللعيب مشغول بمكافئته او بالقيمه اللي هياخدها. التفكير ممكن يجي باثر سلبي عليه اثناء ما هو المباراة. طبيعي يا فندم، يعني انا في الاخر انا المشكله ما اتحلتش، انا الاعلام بيقول ان المشكله ما اتحلتش وان الراجل ده حاجز على النادي. طب انا لو كسبت الماتش فلوسي هياخدها ازاي؟ هقعد افكر، انا بتكلم لو انا لعيب كره يد هقعد افكر، طب ما هو ده ياثر عليا وممكن تاثير ده عليا نفسيا وذهنيا ياثر عليا في المباراه وممكن اخسر البطوله مع ان انا الافضل. يبقى مين اللي دفع الثمن؟ جمهور نادي الزمالك اللي زعل من خساره ان شاء الله ما تحصلش مثلا. يعني انا بديك مثل علشان نعرف حجم المشكله واصل لحد فين. مش عارف يا عمر، انا دي جت في دماغي. يعني وانت بتتكلم برضه ولا حاجه يا احمد، انت بتتكلم على وضع دلوقتي، انا قلت لك وضع صعب، جبت لك من السقف اللي تحت اللعيبه، ده جزء مهم جدا. الموظفين في النادي هتشتغل ازاي وهي حاسه بحاله قلق مش تاخد مرتباتها اللي هي اقل حاجه تعيش بيها؟ ده طبيعي جدا. في نفس الوقت تتكلم في الصفقات، انت شايف الصفقات اخر موقف لنادي الزمالك وسدد فيه فلوس موقف دونجا، مجرد ما اعلان اصابته في منتخب مصر بشار مطهر منصور طلع وقال اتصل باللاعب واتصل وورد، يعني تم توريد المبالغ الماليه مستحقات قيمه الصفقه. لعيبه ثانيه حاليا دلوقتي لما تيجي نتكلم في لعيب او اثنين ثاني او ثلاثه خلال ساعات المفروض بيخلصوا، انت برضه محتاج فلوس. وده برضه هرجع لك ثاني، هو انت خزينه النادي مش فجاه برضه بقى فيها فلوس وانت جيت تتكلم فيها؟ بمعنى انت تحديدا من اول شهر يوليو، يعني تقريبا من ثلاث شهور تقريبا، ومشار مطهر منصور اعلن بشكل واضح ان خزينه النادي والنادي حاليا في حساباته تقريبا 250 مليون جنيه تقريبا، ماشي؟ منذ اعلان هذا التاريخ قدامك ثلاث شهور ما كانش بيتكلم، كان في بطوله قائمه. هتقول انت مستني البطوله؟ لا بالتاكيد لا، ده انت جاي في الوقت الصعب اللي هو فيه الفلوس وتتكلم فيه على الفلوس اللي انت بتخلص تعاقدات، اللي انت عايز تصرف مكافآت، اللي انت في لعيبه عندك بتجدد عقودها. لا انت كده الموضوع مش موضوع عشوائي، لا انت بتخطط اللي انت عايز توقف مسيره نادي الزمالك، عايز تهد كيان نادي الزمالك. عموما هنرجع تاني نتكلم في الموضوع دوت وملف دوت، لان الملفات كتير والكلام كتير ويعني مفيش اكتر من العراقيل والمشاكل والمطبات الصعبه اللي نادي الزمالك بيتعرض ليها دائما وابدا. واحنا هنا في اعلام نادي الزمالك دورنا ان احنا نشير اليها ونتكلم عليها ونوصل لجمهور نادي الزمالك الحقائق من خلال منبر برنامج زملكاوي وقناه نادي الزمالك. هناك فيديو للمستشار مرتضى منصور كان مع واحد من ذوي الهمم، تعالوا نشوف واحكي لكم حكايه بسيطه. نشوف. قول لي تعالى. بص يا بقى، انا بحكي انا بحكي. اسمك ايه؟ محمد عبد السلام سمك. محمد عبد السلام سمك. وشفته مستشار. وشفتك يا مستشار؟ اه. دلوقتي انت بعت رساله وقلت عايز تقابلني، حصل؟ حصل. وانا قلت لهم خليه يجي لي يوم الثلاث النهارده يعني. اكيد طبعا. قول لي انت عايز ايه بقى، قول لي كده. انا بجد من يوم ما حضرتك مسكت اسنان الزمالك وانا جدا كان حلم حياتي اني اقابل حضرتك، لان حضرتك بجد دخلت الفرحه والسرور على جميع الزملكاوية وانا اولهم. بجد حضرتك يعني ما كنتش تعرف ان حضرتك تكون اسنان. احنا كنا عايشين ازاي؟ احنا كانت عايشين حياتنا كانت اصعب ايام. كنا يعني عشان كنا معادين للسخريه من الاسبه وما نسواش.
كان نادي الزمالك احد قطبي الكره المصريه، ما كانوش يعني كان ضاع. تخيل حضرتك 10 سنين في الفتره ما بين 2014 نادي الزمالك ما يحققش غير بطولتين، احد قطبي الكره المصريه اللي هو المفروض كان نادي القرن في القرن العشرين ما حققش غير بطولتين كاس مصر، وكان النادي على وشك الانهيار. النادي وصل لمرحله ان يعني النادي وصل اساسه ان يعني الاطباق عملوا باختبار ان الاعضاء تتباع عشان يجيبوا صفقات لعيب. تخيل لما احد القطبي الكره المصريه فتح الباب ان فتح باب طبعات ان الناس تتبرعله عشان يجيب صفقات. تخيل لما من شدة من نادي ما كانش مثلا حقوق عليا كان الهلال والنجمة، حضرتك فاكر كان الهلال والنجمة عايزين يكون راعي رسمي لنادي الزمالك، ده من شدة الفضيحة اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك. انت شفت النادي؟ أول مرة تخش النادي النهاردة؟ أول مرة أخش. إيه رأيك في النادي؟ سعيد جدا دخلت النادي وسعيد جدا إني شفت حضرتك النهاردة. النادي بقى عامل إزاي؟ أنا والله. أنت أصلا منين بقى؟ أنا من الأسد أمريكا. بلدياتي. الله يخليك. أنا منين بقى؟ من ميدغان. ميدغامر. أنا من عاصمة الدقهلية ميدغامر. حد يقدر يروح للأسد اللي المفروض على ميدغامر الأول؟ لا طبعا. لازم يفوت الأول. طيب دي والدتك؟ أول. أنا أستاذ اتفضلي يا حاج اتفضلي. مبسوط انك في النادي؟ اكيد طبعا فخور جدا، وانا بستغرب والله يعني بستغرب على الناس اللي تتحدى حضرتك، يعني مثلا في ناس بتلقى حضرتك فبقعد اتكلم معاك اقول لهم ايه؟ هو انت مثلا بتلقاه سياده المستشار ده يقول لك اصل المستشار بيدمر النادي، المستشار بيفسد في النادي. طب يا ناس يا طيبين يا محترمين يا اللي بتحبوا النادي يا اللي خايفين على النادي من المستشار، كنت فين من 2004 ل 2014 لما النادي ما جابش الا بطولتين كاس مصر؟ كنت فين لما نادي الزمالك؟ على فكره 2004 شوف بص يا اخي، انا بس عارف اولا اللي كاره ده حاط امه ولا ليه لازم عندي اصلا، يعني لانه ده مرتشي بيقبض يا تافه. بس سيادة المستشار اكملك بس ثانية، هو اللي بيدمر النادي ده ياخد 30 بطولة منهم 11 بطولة في كرة قدم في 4 سنين؟ لا طبعا. لكن منضاع بس كان جاب النادي في السماء ليه؟ 9 سنين مفيش الا بطولة الكاس اللي جابها برضه الولدين بتوعي اسامة حسن وعمرو زكي، تمام؟ اللي بيدمر النادي ياخد بطولات افريقيا يد وافريقيا وسوبر افريقيا وكل ده، اللي بيدمر النادي من ساعه ما جه عمال ياخد يجلب الاهلي رايح جاي، دول عيال قبيضه، بس دول ما تسالش فين دول عيال قبيضه، لان دول ماشيين ورا الواد البعوره اللي بيقبض بتاع المخابرات القطريه والواد التاني. اشرب من المخوم اوف. فما تسالش فين ما تردش عليهم. تمام؟ فانت مش نفسك في اي حاجه؟ اعملها لك. انا كان امنيه حياتي ان انا اعزف كيان نادي الزمالك واشوف حضرتك واشوف الشخصيه اللي عملت من الزمالك كيان بعد ما الزمالك كان بجد من اول ما حضرتك مسكت اسنادي، والله العظيم سميت نفسي مستشار. سميت المستشار على فكره عشان بحب حضرتك، حتى انا معروف الكليه بتاعتي من الزمالك. انت طالب في كليه ايه؟ انا طالب في كليه اصول الدين والدعوه بالمنصوره. منصوره برضه بلدنا في ثالثه اصول الدين. اجمل بلد في العالم منصوره دلوقتي. ميدغامر دي اجمل مدينه في العالم. وطبعا عندنا بقى خد بقى عندك اجا وشربين وبالقاس والمنزله وبني عبيد، لا احنا عندنا مطريه مش كده؟ اللي كلها بلادنا؟ وطلخه شفت الحافظ بقى ازاي؟ طيب وشربين انا قلت مش عارف شربين، طب انت مش عايز اي حاجه اعملها لك؟ يعني انا كان من حياتي ان انا اشوف حضرتك ونفسي طبعا اول حاجه ان ربنا يشفيني ونفسي يعني يكون. طب انا دلوقتي لو عملت لك هديه خليتك اتصورت مع اللعيبه بتوع الزمالك، ايه رايك؟ ده شخصي لي الصورة مع خالد النادي الزمالك ده نفسي والله. خلاص محمد صور محمد.
لا ده وصل معايا خلاص اهو مع لعيبه الزمالك. ومن خلال المكان هذا وبان جميع جمهور الزمالك وجميع جمهور الزمالك بيتفرج عليا احب اشكر اولا واخيرا امي ان هي تعبت معايا زيت عن اللازم فضل ربنا على اسم امي. انا لما كنت صغير في فتره الابتدائيه ما كنتش بعرف امشي، كانت هي اللي تستنى وتفضلني توصل وتجيبني، وحتى في ناس كتير قالت لها ما تقعدي في البيت زي ناس تانية ولا تدخلي مدرسة، قالت لها لازم أكون معاها، كانت الدنيا تشتي وهي تستنى وتفضلني توصل، ما كانش تقعد معي بس حتى كل دلوقتي هي اللي بتفضيني الدنيا. وش هذا طيب؟ دخلك الجنة تحت أقدام الأمهات عشان كده. طبعا بشكر والدتك وبيت كل الأمهات اللي زي والدتك اللي تعرف تربي ودخلك الجامعة وتقف معاك وتساندك وتشجعك، وده كله فضل من ربنا. خلي بالك بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، لأنك أنت شوف أنت إنسان واعي وعاقل ومتزن. في ناس تانية اسمعني بس، في ناس تانية معاها مليارات وبصحة جيدة جدا جدا وسرق البلد ديا. منهم راجل كان هنا ماسك يوم من الأيام رئيس نادي بالتزوير، واخد بالك عنده حوالي 30 40 مليار كل يوم يحجز على النادي، واخد بالك وهو بصحته ربنا إن شاء الله هيهد حلو قريب بإذن الله. لكن أنت بص عندك إيمان بربنا ووالدتك الست المحترمة دي اللي واقفة معاك، وشكر البابا طبعا يعني هو على قد ما هو يعني موظف قدر، ولكن جميع فلوسه بتكون ليا وجميع لمصايف حاجته وكل حاجه والكتب وحياته كلها يعني شكرا لربنا. امي اسمها بس سيبك من ابوك فقير ولا غني، انا كنت بشعبك في الاتوبيس كلنا جايين، انا جاي من رود الفرج من شبرا وجاي من حي وجاي من بلد اسمها بشاويش مركز بالرمل. الفقر مش عيب، الفقر هو فقر النفس. يقول لك ملياردير عمال يحجز على النادي مليارات، وقال لك ايه لازم احنا نلحق النادي من الطياره. ان شاء الله. قول لي بقى نادي الانجازات انت بعت رساله للمنتصر ولا بعت الفيديو لمين؟ بعت رساله استاذ منتصر، استاذ منتصر يعني كان دايما يصبرني ودايما يقول لي باذن الله ربنا يكرمك وتقابله والحاجات دي. في يوم وانا بتفرج على الفيسبوك كده لقيت اقتراح كده صديق اسمه الاستاذ احمد المنصري، فبعت له كلمته قعدت اتكلم معاه كده قلت له انت قايل لي ده حلم حياتي اسلم على سياده المستشفى، وكان في الاستاذ منتظر ان هو منتصر رفاعي ان هو يوصلني مع المستشفى. طب عرفت بقى ازاي ان انا قابلك؟ استاذ منتصر اللي كلمني واستاذ احمد المنسى اكلمني وقال لي المستشار شوف رساله ويقابلكم الثلاث الساعه 4. طب استاذ منتصر اتصل بينا وقال لنا والله العظيم مليون شكر لاستاذ منتصر فعلا ان هو يعني ما كانش عمه خالص تقل مني، ودايما كنت كل ما ان عليه يتقل يودي في ساعتي. نفسي كل الزملكاويه يبقوا محترمين زيك. هو زملكاوي متعصب، بس في ناس متزملكين ما لهمش علاقه بالزمالك ولا الزملكاويه عاملين ليل ادابهم وسفاله. لكن انا طبعا بشكر برضو من خلالك كل المواقع الزملكاويه دلوقتي ما شاء الله كلهم شغالين بشكل محترم جدا دفع النادي، في ما عدا اللي بيقبض لسه بيقبض. طب اعمل له ايه؟ واحد بيقبض من عتال وممدوح عباس وسليمان وعامل يقبض، اعمل له ايه؟ ده راجل مرتشي وموال الواد نفسه طلع قال لك انا بقبض على اللي اسمه عبد الناصر ده، اعمل له واحد مرتشي متخابر. وان كان انا قلت في مجلس الشعب ادي بلاغ التخابر اهو اللي عندنا رقم اهو اللي فيه المتهمين تاني ممدوح عباس وابنه ايمن احمد سليمان لؤي دابس عبد الناصر زيدان الولد اللي اسمه تامر عبد الحميد الولد اللي اسمه ايه التاني ده بنسى اسمهم اسمه ايه الواد احمد سعيد تمام في واد تاني اللي هو طلع في البرنامج وتهزق ده اللي طلع في البرنامج مع الواد رامز اسمه ايه؟ سهل لا بتاع اللي ام المعاطي ام المعاطي دي الحلوه ام المعاطي دي بتحط كحل دلوقتي خلاص؟ ده انا فاكرهم دلوقتي والله انا خايف والعتال وابنه والله انا خايف بعد الحلقه دي يشتموني ولا يجوز تبت ولا حاجه ايه؟ والله انا خايف بعد الحلقه دي يعني مثلا يشتموني او يقولوا علي حاجه ولا حاجه. انت راجل محترم كفايه ان في راجل محترم عضو برلمان من سنه 2000 لو انا رئيس النادي كبير هو انا برضو الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله
كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه وقاضي مؤلف قانوني. اقول لك انت اجدع راجل في مصر. خلي بقى الكلام اتضل بقى تهوى. طبعا الفيديو دوت فيديو قديم، الفيديو ده فيديو قديم من حوالي يمكن سنتين اعتقد، قبل التجميد، قبل التجميد. بعد سنتين نفس هذا الشاب المصري الجميل كان يتحدث بعد ما تم منح عضوية شرفية ليه يدخل نادي الزمالك ويبقى موجود في نادي الزمالك ويتواجد وسط حبايبه من عشاق نادي الزمالك وأعضاء نادي الزمالك. تعالوا نشوف نفس هذا الشاب الجميل قال ايه بعد سنتين. رئيس نادي الزمالك، تحية طيبة يا فندم، أنا محمد عبد السلام اللي عملت بالأسف اللي كنت قبل كده، كنت عملت إقامة حضرتك وحضرتك تقامت وعملت لي عضوية في النقل وكده، وأنا عارف إن يوم متأخر شوية، أنا حلمي حياتي أسلم على حضرتك يا أستاذ المستشار، من يوم ما حضرتك رجعت بحكم المحكمة وأنا نفسي أسمعك بس مش عارف أوصلك إزاي ولا أجيك إزاي، وخايف أجي عندي النادي وما أعرفش أدخل، أي نعم حضرتك كنت عامل لي عضوية بس اللي كان ربنا ينتهي من اللي كان لغاية كل حاجة حضرتك عملت لي عضوية وكان لي مباريات وأي حاجة حضرتك كنت عاملها لي اللي كان ربنا ينتهي منها لغاية كلها. فانا نفسي ادخل اسلم على حضرتك ومش عايز ازاي، فاتمنى ان الله ان الفيديو ده يوصل لمعاليك ونور شرف ان انا اسلم مع حضرتك تاني وادخل النادي، ونور شرف ان حضرتك تعطيني عضويه تاني ده بعد اذن حضرتك. طب فاتمنى ان ربنا ان الفيديو يوصل لحضرتك وبعد اذنك يعني انا هكون في القاهره جنب النادي يوم الخميس القادم بكشف وكده، فبعد اذن حضرتك ينفع ادخل النادي حضرتك اسلم عليك وامن حضرتك، لان حضرتك من يوم ما جيت وانا نفسي بجد اسلم على حضرتك بعيني واقول لك بجد اللي جانا ميتني ايه والعدويات لغت وكل حاجه اتلغت، فانا اتمنى من الله ان الرساله توصل لحضرتك وان حضرتك تستجيب لدعوتي، واقول لحضرتك ان ده شرف كبير جدا وعلى المستشفى. طبعا دي مناجدة من نفس هذا الشاب الجميل، الشاب المصري الجميل فوق دماغنا كلنا الأستاذ محمد عبد السميع، وفي سنة اللجان تم منعه من دخول نادي الزمالك وإلغاء العضوية الشرفية فخرجت هذه المناشدة عبر السوشيال ميديا لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور إن هو نفسه يقابله، فيعني بيقول إن أنا يوم الخميس هبقى موجود في القاهرة فنفسي أدخل النادي ونفسي أرجع مرة تانية أدخل النادي وأتصور أو إن أنا أجي أقابل حضرتك. فطبعا بيقولوا لي دلوقتي ان المبادره او ان المستشار مرتضى منصور يمكن امر بدخوله نادي الزمالك ومقابله المستشار مرتضى منصور يوم الخميس القادم اعتقد الساعه 4 عصرا يوم الخميس في نادي الزمالك. مرحب بهذا الزملكاوي المحترم الجميل في نادي الزمالك. زملكاوي على فكره مثقف جدا، انا اعرف محمد هو نشط على السوشيال ميديا والله هو وبيحب مرتضى منصور جدا، عشان كده سمى الاكونت بتاعه المستشار محمد عبد السميع يعني نسبه للمستشار مرتضى منصور. فطبعا انا بقول انه اللي حصل من اللجان تجاه هذا الولد مرفوض وغير مقبول. ده موقف انساني، ما هوش واحد جاي من الشارع ولا واحد مثلا سوي ولا واحد عافي هتخاف منه ولا يعمل لك مشكله، ده راجل بسيط غلبان بيجي علشان علاجه وبيجي مره ولا مرتين في السنه ناحيه القاهره، ازاي تمنعه من دخول النادي وتلغي له عضويه شرفيه؟ يعني ناس بتكبر خواطر وناس بتقطع خواطر، ناس بتمد النادي وناس بتحارب النادي، هي الفكره برضو امتداد يا احمد للي بنقوله من بدري. يعني انت منتظر ايه من حد بيحجز على ارصده نادي الزمالك؟ هو وجماعته، لانه في التوقيت ده كان ممدوح عباس هو اللي بيحكم، مع احترامي الكامل لكل جوان فوق راسه كلهم شخصيات محترمه انا بحبها، بس ما كانوش بيديروا نادي الزمالك، كان بيديروا ممدوح عباس. فاللي شال عضويه الولد ده برضو ممدوح عباس، واللي حجز على فلوس الزمالك ممدوح عباس. الفكره انك انت طول الوقت قاعد بتحط عقبات ومشاكل لنادي الزمالك في وقت يا احمد انت واخد دوري وكاس وبتلعب في افريقيا واخد كل بطولات الكون وفي انديه تانيه تعبانه فاشله اداريا ما عندهاش بطولات، وبالرغم من كده ما بتسمعش عن ازمه ولا مشكله. انا عايز نادي الزمالك وهو ماشي بشكل محترم يبقى احنا عندنا فيه هدوء استقرار. ليه بتستكتروا على نفسنا؟ على نفسنا ليه؟ لان مننا اللي بيعملوا كده. ليه بنستكتر على نفسنا ان احنا نستقر ماديا واداريا وفنيا؟
الزمالك تفتكر هيعمل ايه لو مستقر يا ابو حميد؟ هيكسر الدنيا. كاس العالم للانديه ده اللي احنا بنحلم نروحه، سيبونا في حالنا هنروحه وهننافس عليه كمان. بتتكلم على كوره وبتتكلم عن الكوره وعن كل الالعاب حتى كاس العالم يد. انت برضو من الفرق العالميه اللي ليها شنة ورنة، ليها اسم يعني. طبعا نص لعبتك لعبت في كاس العالم مع اباطره اللعبه أكيد. على مستوى اوروبا، انت عنوان كره اليد في افريقيا وفي في العالم وفي العرب. احمد الاحمر مش اسطوره مصريه. نعم. ده اسطوره على مستوى اللعبه، على العالم كله يعلم من هو اسطوره احمد رياضية. الاحمر من صحيح. هو يحيى الدرع، من هو سيف الدرع، يحيى خالد، دلوقتي كل مجموعه الزمالك اللي لعبوا بره، محمد ممدوح، هاشم، علشان ما انساش حد يعني. وكان حسن يسري موجود، حسن وكان يسري حسين زكي واللي قبليه بقى واللي قبليه بقى وشاركوا وخدوا بطولات اوروبا. ايوه وكان ليهم ارقام محترمه جدا. أيوة. يعني انت لما بتصدر لعيب زملكاوي لليد بيتعامل معامله محمد صلاح في الكوره. ايوه يعني يحيى الدرع ده وسيف الدرع واحمد الاحمر لما كان بيطلع ويحيى طلع خالد، في يحيى خالد طلع المجر، يحيى خالد موجود. متالق دلوقتي برضه في دورات اوروبا. وراح له يمكن حد من عندنا برضه، يحيى الدرع راح معاه. يحيى معاه في نفس الفريق، وفي سند في كوبنهاجن، وفي سند وفي علي سند، وفي لا يعني انا عايز اقول لك يا احمد انه النادي ده لو اتكتب له محمد الاستقرار المالي والاداري والفني، والله ما في بطوله هتطلع من نادي الزمالك. صامت هو جبر الخواطر ده موضوع منتهي في نادي الزمالك. يعني جبر الخواطر هو سر كل الانتصارات في نادي الزمالك، سر البطولات في نادي الزمالك. طول الوقت وانت بتتكلم مع اي حد يعني، هو الزمالك بيجيب الفلوس منين؟ منين؟ يعني المنطق الاقتصادي واحد، ما فيش النادي يبقى عنده الفلوس دي كلها اللي بتيجي مره واحده، صح؟ جبر الخواطر، ما الحاجات دي عند ربنا سبحانه وتعالى. البطولات اللي انت بتاخدها في اوقات معلش، في مباريات الزمالك ما يكسبهاش ككوره، بيكسبها بتوفيق عند ربنا سبحانه وتعالى بجبر الخواطر. ودي مهمه جدا جدا، ودي يعني انا كان ليا شرف ان حضرت يعني في دايما يوم لو قدرون باختلاف بتنظمه الدوله، بيكون في الرئيس السيسي نفس الكلام ونفس النهج. الرئيس السيسي يقول لك احنا ربنا بيكرمنا عشان دول ذوي الهمم، ودي حقيقه. اللي هم يقول لك الخير والبركه، وهم فعلا الخير يقول لك البركه. هو صلاح النيه يا جماعه، طبعا صلاح النيه بيفرق في كل حاجه، كل حاجه. وانت الناس مش مستوعبه كده ليه؟ يعني ما فيش حد في مصر، ما فيش نادي في مصر، ما فيش مؤسسه في مصر بتهتم وماشي على الخط رئيس السيسي في الجزئيه دي. اكتر حد ماشي فيها بالفعل هو نادي الزمالك، بيفعلها، بيديهم عضويات، بيديهم امكانيات، بيساعدهم بشكل غير عادي جدا جدا. ودي اللي هو الدوله ما خدت تعليمات اللي فيه منهم مزين الشهداء. احنا عندنا في اليوم السابع في من ذوي الهمم بيقدموا وبيكونوا موجودين عندنا بشكل مستمر جدا، زي الولد الحسيني اللي هو عامل ابر مانش، فاهم؟ ده موجود. انت بتمشي في خط واحد جبر الخواطر، لان دول هم فعلا البركه زي ما انت بتقول. لكن دي ترجع تاني نتكلم عن موضوع اللي انت في ناس بتعطل مسيره الزمالك، ماشي؟ انت برضو الناس ما بقتش هبله، الناس عبيطه وعارفه مين اللي بينجح. يعني ممكن يبقى واحد مختلف مع مستوى متمصور، لكن يقول لك لا ممدوح عباس عمل لي ايه؟ صح كده؟ عمل لك ايه في انشاءات؟ عمل لك ايه في الصفقات؟ عمل لك ايه في الانجازات؟ صح ولا غلط؟ ما تيجي تتكلم بشكل واقعي اكتر. دلوقتي الزمالك بيروح على اي صفقه بيخلصها. نعم. الزمالك زمان لو انت فاكر الزمالك دخل صفقه احمد فتحي، صح؟ والاهلي خدها. دخل صفقه شريف عبد الفضيل من الاسماعيلي والاهلي خدها. حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ساعتها كان عضو مجلس اداره، لو انت فاكر كان هيتحبس في ازمه جده، لو ناسي فاكر ولا مش فاكر؟ كان هيتحبس بسبب اخطاء في اداره ملف صفقات، صح كده ولا غلط؟ انت بتتكلم في جزء موجود. الزمالك كان صفر في الصفقات، الزمالك كان صفر في الانشاءات، صفر في البطولات. دي كانت مشكله كبيره جدا. عشان كده الناس بطبيعتها ماشيه مع اداره النادي الحاليه، ماشيه مع رئيس النادي، شايفين ان هو بيجتهد وبيشتغل. وعلى قد ما انت بتشتغل ربنا بيديك، دي من عند ربنا، وماشيه في خط جبر الخواطر، ماشي انت كل خطوط انشاءات بطولات نجاحات كل ده خط واحد، وده اللي مخلي الجماهير كلها ملتفه حوالين اداره النادي. في واقعه كده شهيره جدا، وهي انتقال عبد الله السعيد نجم نجوم الكره المصريه في السنوات الاخيره طبعا مع شيكابالا، انه انتقل من النادي الاسماعيلي الى النادي الاهلي. وكان ساعتها كان في غضب كبير جدا من جماهير النادي الاسماعيلي لانتقال عبد الله السعيد وقتها نجم النجوم. كسروا بيته. اسماعيلي. نجم وتهاجم هجوم شريك جدا في استاد اسماعيليه في مباراه وديه، وكان يعني خروجا دراميا وكان خروجا حزينا من مدينه الاسماعيليه بانتقال عبد الله السعيد الى النادي الاهلي. الكلام ده برضو في العشريه السوداء. وعبد الله السعيد كان ممكن جدا يروح نادي الزمالك، وحتى ستايله كده نادي الزمالك، وراح وفرق كتير جدا مع النادي الاهلي.
عايز اقول لكم ان كتير جدا من الصفقات اللي كانت مهمه جدا انها ممكن تنتقل الى نادي الزمالك في ظل كان عدم استقرار اداري وفي غياب رؤيه من مجالس ادارات كانت موجوده في هذه العشريه السوداء ضيعت على نادي الزمالك فرص كتيره جدا، وانا شاهد على حاجات كتير. ومنهم بركات. اطلع للفصل. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام على الهواء مباشره. المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك معنا على الهاتف في برنامج زملكاوي. سياده المستشار صباح الخير. صباح الخير. انا مش هتكلم كتير النهارده، انا بس عايز اقول اخ محمد يشرفني ان شاء الله يوم الخميس الساعه 8 في النادي، ده رقم واحد. طبعا التقرير القديم او الفيديو القديم ذكر فيه بعض الاسماء كابتن تامر، طبعا ده كان قديم يا تامر فما تزعلش يعني. القصه دي انتهت في حاله. اولا طبعا بارك لفريق اليد الاول وصوله الى الدور النهائي لعبه تركي تونس ان شاء الله يوم الثلاث، وربنا يوفق الحال ان شاء الله مع مدرب قدير مدرب اسباني، والفريق الثاني طبعا مع واحد من احسن المدربين العرب اللي هو باسم، وطبعا الترجي في ارضه، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الاولاد ان شاء الله يفوزوا بالبطوله العربيه عشان دي اللي هتوصل لهم لكاس العالم للانديه كلها. كذلك فريق كره القدم، وانا سامع اخونا صبحي بيقول ان الجمهور مش عاجبه. لا مش الجمهور. ده مش الجمهور. تاني ده مش الجمهور. هو حضرتك عايز اداء ومكسب وصفقات وفلوس. عايز مغاره. نعم؟ عايز مغارة علي بابا. لا انت عايز ايه بالظبط؟ انت مش الجمهور. انت مش عاجبك حاجة. لا جمهور الزمالك جمهور محترم وقنوع وعارف ان احنا ما عندناش لعيبة. سعيد بصراحة شوية العيال اللي مش عاجبها حاجة. حضرتك مين يا باشا؟ عشان بس ابقى عارف. طب احنا عندنا أزمة مالية ومحجوز عليها. حضرتك انت مش شاطر اللي عملت هاجم مخلية ربنا يعافيك. انت خارج الجمهور. انت في حته تانية خالص. يعني انت مش معانا زي ما قلت قبل كده. انا لولا صبحي طبعا بيقول انا مش شايفك. لكن انت عايز صفقات تسمع عن فلان فلان. لا 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 مش عاجبني مش عاجبني. يا ابني انت مين؟ ده رقم واحد. رقم اثنين احنا طبعا عندنا مشكله كبيره وازمه كبيره. بس قبل ما نتكلم في الازمه اللي مش هتكلم فيها النهارده هتكلم فيها بكره ان شاء الله، بدي فرصة للمسؤولين في الدولة حلوا، لأن احنا داخلين على كارثة. الإخوة اللي بيشتموا حازم إمام من امبارح، وأنا حتى قلت لما شكرته قلت إيه أنا عارف إنك هتشتم، صدقت أمن بالله. لا لا. أنا بقالي سنتين ثلاثة ما كلمتش حازم إمام من قبل. تخيلوا بقى. إنما أحرجت إن أنا أشكر جمال علام رئيس الاتحاد وما اشكرش ابن نادي الزمالك اللي بيتشتم 24 ساعه وليس له اي دور في الموضوع. الدور بدا بالجمال في قطر في مشهد هو واحمد وامير بيتكلموا عن نفس الموضوع، لو عندكم طلعوه. تمام؟ انا من يومين من جوه النادي طلبت الراجل ما ردش، بعدين طلبني استاذ جمال علام قلت له بالعقل وبالمنطق. هو حضرتك لما بتيجي بتعمل اجنده دوليه مش بتعمل حسابك ان في اهلي زمالك بيراميدز اي حد، ان في انديه عندها ارتباطات رسميه سواء على المستوى العربي او المستوى الافريقي. فالراجل اقتنع تاني، يقول لك تاني ما كلمتش حازم امام بقالي 7 سنين تقريبا ولا هو كلمني. انما يعني تقدما مني وكان تأدب جاب نتيجه عكسيه. ذكرت اسمه يعني من ضمن شرطهم حازم امام. فبيتشتم حازم امام ما اشتمى شغال زي ما بيتشتم مصطفى يونس زي ما بيتشتم مجدي عبد الغني زي ما بيتشتم هناء حمزه. لا بقى نادي ما اشتمى. لجان بيندفع لها فلوس عشان تشتم مخبيه ربنا. بقول لكم تاني حازم امام ليس لا قول تاني اهو. والعادي يشوف تليفوناتي ومتابعه تليفوناتي وتليفوناته أكثر من 3 سنين لم يحدث حوار بيني وبينه أو غير التليفون. تمام؟
انما الحوار بيني وبين رئيس الاتحاد، انا رئيس نادي، لما بتكلم بتكلم مع رئيس الاتحاد. مع احترامي للكابتن حازم، ادبه واخلاقه والده جمايله علي الله يرحمه لا تحصى ولا تعد، ما سابنيش في اي انتخابات في النظام في مجلس النواب، سواء كان بيدوروها ما بيدوروهاش زي المره اللي في اي كان يعني، المره طبعا دوروها بتسجيل تاجر يعني تمام، الا اذا كان اول واحد لقيه ما شالوش ده الكابتن حمد امام المحترم. فالناس اللي بتشتم حازم امام طلع مقروخ على شكل عيب، مش ممكن يا جماعه، ده بقى دي رياضه، ده الجزء الاولاني. وادينا شفنا الاثنين اللعيبه اللي جابوا الجنين اللي هم كانوا موجودين، دول لعبتي هو يعني ترى دول لعبت، انا اللي بدفع لهم الملايين. انا لما بيصابوا، هو دونجا اصيب فين؟ في معسكر المنتخب. فين؟ في معسكر المنتخب. هو بيتدرب فين؟ في المنتخب ولا عندي؟ لا في منتخب مصر. مين اللي بيعالجه على حسابه؟ هناك زمان. الزمالك. عيب بقى. وبعدين حتى اللاعب اللي انت بتاخده اللي ما بيصابش عندك ما بتلعبوش بيصاب نفسيا. نعم. يعني حتى في لاعب انت خدت 10 لعيبه. في 8 لعبوا اثنين وضع طبيعي، مش هيلعب اثنين يعني، مش هتلعبهم كلهم الزمالك. حسب رؤيه الراجل المدير الفني اللي انا بشكره، اللي هو الراجل المدير الفني المنتخب شخصيه محترمه. يعني انا بشكره كمان لانه رد الادب على الاخ عواد اللي خد غرامه كبيره. عشان اتحذر يا عواد ما تكتبش حاجه على صفحتك. وفي اللائحه الجديده اي لاعب هيكتب حرف على صفحته الانستجرام انستجرام فيسبوك باي حاجه تمام؟ واللي ما تكتب 300,000 جنيه غرامه. ده بسيط جدا. اسوء شيء في الدنيا ان اللاعب يهتم باللي بيتكتب عنه او اللي بيكتبه. اسوء شيء. وده اللي ضر محمود علاء. انه حط ودنه مع الجمهور، حط عينه وتركيزه مع اللي بيتكتب عنه. محمود علاء من احسن المدافعين في مصر. تاني محمود علاء السنه اللي فاتت كان هداف، واخد رقم واحد في المدافعين اللي جابوا جوان. لكن لانه هو ابتدى يركز في الجمهور، ونفس القصه اوباما. وده اللي دايما اقول له، مع احترامنا للجمهور ما تشتمش اللعيبه. عندك دعم دعم. تاني عندك دعم دعمه. وبعدين حضرتك لو ما وقفتش مع اللاعب وهو واقع، هتقف معاه وهو بيرقص؟ انا مش فاهم. يعني انت دورك انك تقف مع اللاعب زي اي بني ادم. يعني لو صبحي عنده ازمه اقف معاه، ولا في فرح اقف معاه؟ طب بالتاكيد ازمه، لان في الفرح هيلاقي 500 مرتضى حواليه. انما في الازمه نادر. لما المشكله الاخيره دي لما اتحديت فاروق جعفر كان كل يوم تحت بيتي، ما شفتوش لغايه النهارده ولا مره. الا لما كان فرح بتاع اخونا احمد ايوب، وجاي قال لي انا عايز انزل معاك في مجلس الاداره قبل الانتخابات، قلت له لا لا يعني لا تمام. فانت محتاج في الازمه اللي يقف جنبك ويطبطب عليه، مش محتاج في الفرح. الفرح في ناس هتيجي عشان تتفرج على الرقاصه، في ناس هتيجي عشان تاكل الديك الرومي، في ناس هتيجي عشان تشوف مش عارف مين بيغني تمام. انما في الازمه صعب انك تلعب. فانا بقول لجمهور الزمالك اللي بخاطب بقى الجمهور العظيم المحترم فوق دماغنا، مش الاهلي التافهه دي 1000 عيل دول تمام، من فضلك اللاعب بيبقى محتاج، وخاصه ياما اوباما فرحك وياما محمود علاء فرحك، دول فرحوك فرحوك. هو الكونفدراليه اللي احنا خدناها دي يعني، ما احنا خدناها بسبب اوباما، الجون اللي جابه في اخر الثانيه لو تفتكروا طبعا، وده اللي وصلنا للنهائي وكسبنا النهائي. فمن فضل الجمهور العظيم المحترم، عندك كلمه محترمه دعم اللعيبه فضل. ما عندكش في بقى من الاهلي الثاني يقول لك ايه؟ لا لا اصل اللعب كان وحش، هو انت عندك لعيبه؟ ده لو كان عيل اصيب لما خلص تغييراته مستر بريرا كان هينزل اسامه نبيه يكمل. يعني كان ينزل يكمل اسامه، انزل يا اسامه كمل. واحمد عبد المنصور ينزل يا ابني كمل، ما عنديوش. فدايما نقول لا ده فريق بطل، وده راجل مدرب مدير فني محترم، ومعاه جهاز معاون محترم، معاه مشرف على الكوره امير مرتضى محترم. لا مش عاجبنا الماتش، لا كنا عايزين نكسب 7-0. 7-0 ايه و8-0 ايه؟ ده الفريق النهارده كان فيه 8 ناشئين تقريبا. دي الحقيقه اللي احنا شفناها. لكن
ياكشن جمهور الزمالك المحترم الواعي المتحضر في الرئاسة دي اللي مش عاجبهم العجب ولا الشياط في رجب متفهم من الظروف اللي احنا بنمر بيها. نيجي بقى في المهم اللي هيترد عليه بكره ان شاء الله وهديهم فرصه من النهارده لغايه بكره. دلوقتي في موضوعين عاملين لغط في الراي العام الرئاسي. سيف الجزيري مظبوط كده؟ والموضوع الثاني بتاع جنش. على فكره لا ده انا من مصلحتي ده مرتضى اطلع اللجنه خربت الدنيا في عقد سيف وخربت الدنيا في عقد جنش انما ما يهمنيش نفسي ولا العيال دي ولا ليهم لازمه ولا ليهم قيمه ولا لبيب ولا هشام ولا الواد اسمه السمري ولا جبريل ولا الاشكال دي كلها تعنيني سيف. لكن يعنيني نادي الزمالك اللي بقاله ثلاث ايام اللي بعنا فوقهم ها انه دور وعقده وانا طلبت المحامي بتاع سيف. هو حضرتك محامي سيف علاقته بالموضوع؟ طب انت طلبت محامي سيف ما طلبتش حد من الزمالك؟ قلت له حد من الزمالك ايه؟ نادي كبير ومحترم. القصه النهارده عندك بريرة هيقبض منين؟ حد يقول لي هيقبض؟ احنا بنتكلم عمال والفلاحين والبسطاء، بريرة هيقبض منين؟ مساعدينه هيقبضوا منين؟ الراجل مدرب اليد الاسباني ده هيقبض منين؟ اللعيبه الاجانب اللي موجوده هتقبض منين؟ عندنا ماتش مع بطل بروندي هيسافروا طياره منين؟ لا لازم يبقى في حل. مش قادرين على ممدوحه بس يطلعوا يقولوا مش قادرين الفلوس اللي خدها قبل كده بتاع الشمس وجابها تاني بكره انه خد كل القرض الواهم بتاعه بالمليم. لو في مستند مزور انا عايز اروح محكمه الجنايات انما الموضوع ما يسابش كده. لا ما انا مش بسلي الناس كل يوم. لا لا يا حبايبي اللي بيكلمكم راجل مسؤول كان انا عضو برلمان من حوالي اكثر من 20 سنه رئيس محكمه ورئيس نيابه واحد من الاكبر المحامين في العالم العربي. المستند اللي طلعه على الشاشه لو مزور اطلع من ضدي بلاش انما احنا داخلين اخر الشهر ده على خرابه الكل بيتفرج وكاني بطلع بسلي الناس. قول لي بقى ال 25 لعبه المدربين بتوعهم يقبضوا منين؟ 4000 عامل وفرد امن يقبضوا منين؟ الموظفين العاديين يقبضوا منين؟ وانتوا سايبينه خارب الدنيا لحد بيحاسبوا على الاراضي اللي مستولى عليها ولا حد بيحاسبوا على الشركات بتاعته شركات اتصالات وبتعرف بتاع التماثيل دي اللي هي بيسموها الاثار دي بيرممها خلاص والبترول والحفار سابينه ليه؟ لازم حد يطلع يقول لي ده بيتساب ليه؟ اقوى ثلاث صفقات كانوا فاضيين لراجل سابقهم. اقسم بالله العظيم انا اتفقت مع الولاد وانديتهم مستنيين فلوس منين؟ تاني مش عايز زي ما بيقولوا المرعى كذابه منين؟ اذا انا عملت انت تنتقد وتعمل ولا وجميل وتمين منين؟ اقسم بالله العظيم ممدوح بس لو ليك نيه ادفع من الفلوس ده وحط القران الكريم اللي قدامي ده ملوش يا جماعه. لما الرقابه الاداريه تبعت لي تقول لي خد فلوسه وجهاز المركزي المحترم اخد فلوسه يا راجل ومديني الشيكات اللي قبض بيها اديله ازاي؟ ويجي الجهاز المركزي والرقابه الاداريه يقول لك ده سارق دفتر الشيكات وهو ماشي وعمل شيكات جديده ب 2014 و15 اللي هو ما كانش موجود انا كنت موجود. حرام يا جماعه حرام اللي بيحصل ده. تاني حرام اللي بيحصل ده بقى كتير قوي ومين سانده ومين بيساعده ومين اللي عمال يديله الحاجات دي؟ حرام المؤسسه الرياضيه وراها ملايين حرام. لما يجي النهارده الرقابه الاداريه الجهاز المركزي الراجل ده خد قرض من البنك التجاري الدولي 8 مليون وربع 100 قال عايز اعمل مبنى اجتماعي تمام. انا جيت لزمات مبنى اجتماعي مقاولين العرب واخدين عليه احكام 15 سنه عشان يدوم شيكات وما عملش ما فيش الا الامداد تمام. انا سددت واشترطت في العقد بتاع التسويه مع المقاولين انه يتنازلوا عن الاحكام اللي ضده تمام. يوم يجي بقى العقد اللي طلب قرض 8 مليون و400 بضمان مستحقاتنا عند بنك مصر
فرع نادي الزمالك ال 8 مليون و 400 يوصلوا اكثر من 20 مليون ويطلع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه ومديريه الشباب والوزاره كاتبين كده ان القرض 8 مليون و 400 خافوا من نفسه وقال من فلوس القرض بتاعه. هو في يا جماعه؟ الاجهزه دي مش عاجباكم قولوا لها. مكتوب كده ان هو ممدوح عباس القرض ب 8 مليون و 400 اللي المفروض واخده من البنك التجاري الدولي لضمان ايجار المحلات المفروض ان هو قال كاتب كده من اعلان بسبب القرض ان انا عامل منشات المبنى الاجتماعي اللي سابه خرابه تمام؟ ومكتوب كده في الاجهزه الرقميه المحترمه ديت ان خد 8 مليون و 400 دول لنفسه وقال دول من فلوس القرض بتاعه. القرض اللي ما بيخلصش ده يا جماعه. القرض اللي ما بيخلصش ده. احنا كل دي اجراءات قانونيه عمالين ناخدها قبل الانفجار اللي هيحصل اخر يوم في الشهر. هو فريرا ده لو ما قبضش مرتبه ما فلوسه محجوز عليها الدولار واليورو لو ما قبضش هيقعد ولا هيمشي؟ هيمشي. هتجاوبني هيقعد ولا يمشي؟ لا طبعا مشكله كبيره طبعا. ما كانش جوز خالتي عشان يقعد. الناس لغايه دلوقتي مش حاسه بحاجه انما هيجي يوم 30/9 لا هتحصل كارثه. واللي بيقول لك اصل الاداء مش عاجبنا الاداء مين ده انت لا تشوف اداء ولا تشوف لعيبه ولا تشوف حاجه. احنا في مصيبه وانا بقول تاني مكمل انت عايز تمشوني مشوني انت زي ما عملت قبل كده. انما جمعيه عموميه بتجيب لي باكتساح انا 92 في مجلس الاداره باكتساح انا وقاينتي تمام احنا قاعدين ومكملين وهتصدر ويقول لك بلاش يا استاذ مصطفى ترد الاول لا هرد ومش هسيب حد يقل ادبه على نادي الزمالك او يكذب او شهر بيه واللي مش عاجبه خلاص انت حر انت مش هتعلمني في السن ده انت اقول ايه وما اقولش ايه مش هتعلمني اتكلم امتى وما اتكلمش امتى. يقول الزمالك عظيم ادينا بنقاوم وانتوا كلكم وراء المنظومه مش ورايا يعني انتوا كلكم وراء منظومه جايه اسمه نادي الزمالك وطول ما انتوا موجودين والله العظيم انتوا الجمعيه العموميه المحترمه انتوا البنزين اللي شغال جوايا وكل ما اجي خلاص اقول لا الناس دي ما تستحقش ما اسيبهم لناس قبل كده مجرمين جابوا النادي الارض جابوا النادي الارض. انا بشكركم ان شاء الله القاعدة بكره ان شاء الله. شكرا للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على هذه المداخله. تعقيب سريع يا استاذ صبحي. طبعا ما فيش شك انا حاسس طبعا باللهجه الحزن والالم اللي بيتكلم بيها المستشار مرتضى منصور لانه نادي الزمالك عليه حروب من اكتر من اتجاه في وقت انت عايز تمشي بالرياضه في خط مستقيم مستحيل مستحيل تستقيم الامور الا لو اوضاع الا لو الاوضاع هديت جوه نادي الزمالك والقضايا دي بقى لها حل حاسم وينتهي بلا رجعه لانه الزمالك تقريبا كل سنه بيتعرض لتهديد وشبح لجان الماليه او اللجان المؤقته بسبب هذا النوع من القضايا. اتكلم في جزئيتين مهمين جدا، الجزئيه اللي هي موضوع الشائعات اللي بتطارد نادي الزمالك ودي منها شفنا موضوع اللي هو مثلا سامسونج اللاعب الليني اللي شفنا احد اللي بيتكلم بيقول لك ان هو مثلا كان بياخد 500 دولار ودلوقتي بياخد 1,800,000 دولار تقريبا ومش رد وكان رد واضح ان هو لسه اصلا ما خدش اي ولا مليم الامور واضحه. بالعكس انت في اماكن ثانيه مدرب يعني كان بياخد اضعاف اضعاف الرواتب وراح بياخد رواتب اقل بره. في نفس الوقت انت موضوع ممدوح عباس ده موضوع انا اتكلمت فيه باستفاضه واضحه جدا ان انت الهدف منها عرقله مسيره نادي الزمالك ولابد من تدخل الدوله بشكل واضح، لابد من تدخل الدكتور اشرف صبحي الدوله على كل مستوياتها لانقاذ نادي الزمالك في وقت صعب خاصه الايام بتعدي وبالفعل انت دماغك 4 أو 5 ايام لو ما لحقتش لازم تتحل الزمالك هيخش في مشاكل كتيره متتاليه سواء لاعبين سواء مدربين سواء صفقات كل ده هيتاثر في نادي الزمالك. واعتقد الجماهير واضحه جدا موقفها ورا اداره النادي وبتدعم اداره النادي. اعتقد دي كل دي كافيه ان الدوله تاخد وضع تاخد موقف انقاذ الموقف. اكيد كلام مهم جدا اكيد واعتقد ان حلقه الغد هتبقى حلقه مهمه جدا فيما يتعلق بتوضيح الكثير والكثير من الحقائق اكثر واكثر حتى تكون الصوره اكثر وضوحا. يعني هي صوره واضحه بس علشان تبقى اكثر وضوحا اعتقد ان تكرار مثل هذه الاشاعات وهذه الاخبار التي تضرب استقرار نادي الزمالك وده مش هيحصل لان استقرار نادي الزمالك يمكن هو عند جمهور نادي الزمالك اساس في هذه الفتره ودائما وابدا. ان نادي الزمالك الذي فاز بالدوري في كره القدم وفاز بالكاس في كره القدم
وفاز بالدوري العام السابق وفاز بدوري السوبر للمحترفين في كرة اليد ويلعب النهائي مع الترجي التونسي في البطولة العربية وفاز بالدوري الكرة الطائرة وبكأس الكرة الطائرة، أعتقد أن كل هذه الإنجازات جمهور نادي الزمالك لا يرضى عنها بديلا. أما عن روافد المنتخبات الوطنية فيما يتعلق بنادي الزمالك وأبناء نادي الزمالك فحدث ولا حرج، كل هذه الأمور تجعل أن استقرار نادي الزمالك مطلبا شعبيا، وده مش كلام رفاهية ولا كلام كنوع من نوع دغدغة المشاعر أو أي كلام ممكن أنا بقوله دلوقتي في نهاية الحلقة، ولكن هذا أمر محتوم. ليه؟ لأن الرياضة في مصر هما القطبين الكبيرين، الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك، وبدون الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك لا توجد منتخبات وطنية تمثل وترفع اسم مصر في المحافل الدولية. علشان كده استقرار الأهلي واستقرار الزمالك واستقرار الزمالك واستقرار الأهلي هو مطلب حتمي. استاذ صبحي نورتنا. أبي حمادة شكرا. استاذ عمر نورتنا. نور بيك. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من زملكاوي. صباح الخير.